مجموعة الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية عندها طموح كبير تخلي بنكنا رائد في تقديم الخدمات المصرفية المتميزة بمعايير عالمية وسلوك مهني موحد ومميز. علشان كده احنا بنشتغل في مشروع طموح جدا، مشروعنا هو توكيد ميثاق السلوك المهني، وعملنا له دليل تنفيذ وكمان بنك أسئلة متكامل من جميع المواثيق والمستندات التنظيمية بالبنك. أولاً، دليل تنفيذ ميثاق أخلاق وسلوكيات العمل يغطي كل بنود الميثاق الأخلاقي بشكل بسيط ومختصر. ثانياً، بنك الأسئلة والتقييم يغطي الميثاق الأخلاقي وسلوكيات العمل، وده علشان نرسخ فهم جيد للمحتوى بشكل بسيط وغير معقد. وكمان هيكون في مدربين هيتم اختيارهم من الزملاء الأكثر فهماً وتطبيقاً للميثاق الأخلاقي، واللي هيتم تدريبهم واعتمادهم دولياً من IBDL العالمية علشان يشاركوا بخبرتهم ومهارتهم في تدريب زملائهم في البنك. يلا مستني إيه؟ شارك! نحن نهتم، نلتزم، نتطور. مجموعة الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية، بداية جديدة.